طب احكي لي شو صار معك، احكي لي. لك شو بدي احكي لك، احكي لك يا بي. لك احكي. اه ما تشوفه لهذا ابو رياح. ايه شو هالزلمه ها؟ ايه لك بيخوف كتير. لك بياكل السباع، مطبع، لك الكلاب، لك الاسود، لك شو بدك؟ طول بالك مو لهالدرجه، اكيد انت عم تمزح. لك شو عم بمزح؟ ما عم بمزح يا بي. الله وكيلك، الله وكيلك، لو ما عرفنا كان عملنا شقف وكباب. كان عملكم؟ كم واحد كنتوا؟ انا وحده. الله لا يوفقك، انا قلت لك خذ حده معك. قلت لحالي احسن ما اروح لحالي، باخده معي يا بي. الله لا يوفقك، يخرب بيتك. لك ايه مو ابو رياح اللي بدي يساويك كباب، انا بدي يساويك شقف وكباب. لا ليش عم تاخذ حده معك؟ طول بالك يا بي، طول بالك. شو انا نهار هاد انت بدك تساويني شقف وكباب وابو رياح بده يساويني شقف وكباب؟ عود لاحكي لك، اهم من هذا الشيء كله شيء مهم وعلى كيفك. عود احكي لشوفات يا بي. لا احكي بس انت اهدى شوي. اكلا احكي لشوف وحسابك بعدين. طيب يا بي لح احكي لك، من وقت ما وصلنا لوقت ما رضي فلتنا الا بشرط. شو هو الشرط؟ محرزة حاكي. لا محرزة، والله وكيلك وكيل السماء والأرض لخليه قايم هاي لك. ولا لا تعالوا تعالوا من أول نهار وأنا عم بستناه. أصلي؟ أيوة بستناه. بدك تخليني؟ إيه بدي أخنق وخلص منك، غم تجيب لي واطلع الليل عم تكذب علي. روق. بصراحة يا بي نحن مربطين، أنا قلت رحنا فيها. وفجأة نالت له أمها للبنت. عمل حاله وطلع. غاب شوي. ورجع لعنا طلع فينا لحنا الاثنين هيك وانا شوفوا انتوا الاثنين. انا لح اترككم بس بشرط انك بتجيب ابوك من شان تبينوا اذا كذابين او صادقين. اما اذا ما اجى ابوك وطلعتوا كذابين معناتها انتوا عم تتمهتروا فينا وتستوطوا بحيطنا وحيط حارتنا. ساعتها انا لح اخبر الكباريه كلياتهم وشوفوا اذا بتختفوا تحت سابع ارض لح اجيب. العماش هو هيك حكى؟ لك ايه مثل ما عمل لك يا بي، واذا ما لك واثق بحكي هي حد روح اساله. يعني هلا حاطط شرط انه لازم اكون انا لازم روح؟ نعم على القصة هي، شو الشغلة هي؟ الله يكون بعونك على الروحة يا يابي. خلاص بقى كتاني عم تخوفني اكثر ماني خايف. عما هذا ابو رياح شو بيشتغل؟ حسب ما فهمت يا بي لحام، يعني جزار. زي ما عليكي. ولك شو هالرجال هذا اللي عندي؟ شو هالرجال انا؟ خير فرياد، شو صاير لك اليوم؟ يا ايش ما بيطلع لي اتغزل بزلمتي انا يعني؟ بيطلع لك ونص، اتغزلي على كيفك فرياد. لك علي ما علي، انه انا بحسد حالي ليل نهار لانك طلعت من نصيبي. عم تحكي هالحكي من قلبك فرياد؟ من صمصوم صمصومه لقلبي يا عمري. ابن عمي؟ نعم. شو رأيك أعمل لك مساج هيك ريح لك بدنك شوي؟ مساج؟ إيه إيه لأنه أنا كتير تعبان اليوم. يلا. إيه على عيني؟ بتعرفي فريالو اليوم أنا كتير كنت مبسوط وقت اللي قلتي لي قدام أخواتي بتأمر أمر يا ابن عمي. لك ولسه ما شفت شي يا نور عيني أنت. صحيح ابن عمي؟ نعم. يعني أنا بيني وبينك اشتقت لك. وأنا
وأنا اشتقت لك كتير فريال، لك وليه علي، وليه علي.